السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والف صحه جيده يا رب. كنتمنى تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كيف ما كنعرفوا المشكل اللي طاري بين دنيا باطمه والزوج ديالها، حاليا مش رجع البحرين ومشرات دنيا باطمه هناك فرح ينتظرون عند اطراف الابواب اطراف الطريق وخلف تلك الابواب المغلقه ايضا، حيت بزاف ديال المعجبين ديالها والمتبعين ديالها اول هاد الهضره هذه اللي قالت، بداو كيقولوا لها واش طلقتي، واش كتفكري تزوجي، ولا ما كاينه شي حاجه في الطريق. وبزاف الناس بقاو كيهضروا كيقولوا يمكن الدنيا واش طلقات باش تزوج شي حد اخر ولا شي حاجه اخرى. المهم بزاف الاراء كثاروا وكل شيء كيهضر، ما عرفناش الصراحه الحقيقه، وإلا كان بسبب شي حد باش تفرقوا الله يجمع شملهم ان شاء الله و يخليهم لوليداتهم، حيث الفراق راه صعيب ملي كيكونوا الوليدات الصغار.